تابعت حفل نقل المومياوات امبارح؟ طبعا تابعته من ساعة البدء لحد آخر الاحتفالية. طبعا تابعته. شعور لا يوصف بصراحة جدا، الإحساس والفخر إنك مصري وتشوف تاريخك على مر العصور كلها قدامك بتمر. الموضوع مش موضوع فكرة احتفالية، الموضوع رسالة بنوصل للعالم كلها قد إيه مصر بتحتفظ بأثارها، قد إيه مصر ملهمة جدا لكل العصور، حضارة جميلة جدا، بنوصل رسالة للعالم جدا إحنا مصر بنحتفظ بأثارنا. رسالة تانية يعني، أنا أعتقد أن الموضوع تاني، هي فكرة برضو دعاية وسياحة للعالم كله يبص لتاريخنا من وجهة نظر تاني. فبصراحة احتفالية من كل النواحي كلها جدا، مكسب كبير جدا. تابعته كانت حاجة فوق العظمة حقيقي، يعني مصر لما بتحب تعمل حاجة فعلا بيطلعها كويس جدا، والعالم كله شافه تقريبا أكتر من 130 دولة. تابعت الحدث في مصر هنا، العربيات كانت شكلها حلوة جدا، الموديلز اللي عملوا الموكب حقيقي كلهم يستاهلوا الإشادة، وكانت حاجة حلوة جدا فعلا تليق باسم مصر وبتاريخ مصر ولكل الفراعنة عملوا مراحل شهادة فعلا. وأتمنى إن احنا نعمل أكتر من كده الفترة اللي جاية كمان، والمتحف إن شاء الله يبقى على تم السداد. يعني أنا شفت كمان المتحف. طبعا هو حدث جميل جدا ورائع بصراحة، ويعني شعور جامد جدا فاهمة. بس تابعته كان حاجة مشرفة جدا للبلد، وكانت حاجة حلوة جدا، وكمان لها تأثير على السياحة في الفترة القادمة. تمام، ان ده حدث تاريخي، اول دولة في التاريخ والعالم كله تعمل الموضوع ده. تمام، ده حاجة شدت مصر في السياحة والحاجة العامة، وهكون حاجة مشرفة لبلدنا في المستقبل وقدام. ويا ريت كمان نفضل في التقدم والمواضيع دي. فرحان وحاجة جميلة جدا، ويعني كان حفلة مشرفة للعالم والوطن العربي والعالم كله بأجمعه، وحاجة جميلة جدا جدا جدا، ومصر تتطور بطريقة كبيرة جدا جدا، وكلنا مشايفين وملاحظين الدنيا، ويا رب الأحسن والأحسن يعني. طبعا تابعت الحفل وحسيت براحة نفسية جامدة جدا، وحضرتك تشوفي من زمان الميدان كان عامل ازاي ودلوقتي بعد التطورات الميدان بقى عامل ازاي. يعني أنا حسيت بفرحة غريبة جدا من جوايا، حسيت بفرحة غريبة. أنا كنت بتابع من البيت، ويعني الله ينور الله ينور، إحنا رئيسنا بجد يعني. طبعا تابعت. والله لا حاجة مشرفة والله، أنا اتبسطت بجد، وكنت نفسي أحضر بس أنا أصلا من اسكندرية، بس جيت النهاردة كده زيارة يعني. أيوة طبعا تابعته، وكنت فخور جدا بمصر إنها بتقدم حاجات كويسة، وطبعا نفتخر برا البلاد. يعني كان في كذا ممثل بلاد فكانوا بيتابعوا جدا، في حاجة مشرفة طبعا لمصر.